أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة أن عملية تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية تسير بسلاسة من الناحيتين التنظيمية والتقنية. احنا بدأنا عملية فتح باب الترشح أو تلقي بالتحديد طلبات الترشح بتاريخ 17/10/2018. طبعا مستمر العملية لمدة 5 أيام حسب ما هو منصوص عليه في الأمر الملكي السامي بالنسبة للانتخابات النيابية، وعندنا أيضا بالنسبة للانتخابات البلدية قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت. فضل من الله سبحانه وتعالى، أعتقد لليوم احنا في عملية سلسة، في عملية ميسرة للكافة، سواء كانت من الناحية التنظيمية أو الناحية التقنية. فضل من الله العملية يعني أعتقد أنها ميسرة للمرشح أنه يأتي إلى هذه المراكز ويقدم الأوراق الخاصة فيه، وأعتقد يعني مسألة يمكن 10 دقائق فقط وتنتهي العملية كلها. وهذا طبعا الجهد وجهد فريق العمل اللي في الأساس وظيفته تهيئة الأرضية اللي مارس فيها القاضي أو رئيس اللجنة الإشرافية عمله بكل يسر وسهولة، ويتمكن من الفصل في هذه المواضيع ويتمكن من عملية القرار في قبول الطلبات.